مجددا تخيم أجواء التصعيد الميداني في قطاع غزة بعد سلسلة غارات جوية لجيش الاحتلال استهدفت عددا من المواقع العسكرية المختلفة لحركة حماس بزعم إطلاق قذيفة صاروخية من غزة صوب المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع. حركة حماس أدانت هذه الغارات واعتبرتها تصعيدا خطيرا لن يجلب الأمن للاحتلال. قصف الاحتلال الصهيوني لمواقع المقاومة الفلسطينية واستهداف المتظاهرين السلميين في مسارات العودة وكسر الحصار يؤكد بلا أدنى شك أن الاحتلال الصهيوني يعيش أزمة داخلية ويحاول تصدير أزمته إلى قطاع غزة، وهذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني هي تصعيد خطير ضد أبناء شعبنا الفلسطيني يتحمل النتائج المترتبة على ذلك. تصعيد الاحتلال الذي جاء بعد مواجهات عنيفة شهدتها مسيرات العودة في الجمعة الماضية وأسفرت عن استشهاد سيدة برصاص الاحتلال وإصابة العشرات من المتظاهرين السلميين خلف جملة من الإدانات الفصائلية والشعبية والحقوقية جراء تعمد استهداف الاحتلال للمدنيين وتنصله من تفاهمات التهدئة في غزة. نحن نحذر دولة الاحتلال من مخبة تراجعها عن التفاهمات المبرمة برعاية مصرية، ونطالب كل الوسطاء بتطبيق هذه التفاهمات ووقف استهداف المدنيين والمتظاهرين سلميا، فمن حقنا ممارسة كافة أشكال النضال الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. وأمام هذا التصعيد الميداني الذي يأتي في وقت بالغ الحساسية والتعقيد في المشهد السياسي والأمني إسرائيليا وفلسطينيا، استبعد مراقبون تصاعد الأحداث لمواجهة عسكرية واسعة ارتباطا بحسابات الصراع الانتخابي في إسرائيل والأزمة الإنسانية في القطاع. حكومة نتنياهو تلعب في دائرة من المناورة بين التسخين المحدود المضبوط الذي لا يذهب بالأمور باتجاه التصعيد الكبير، وفي نفس الوقت ربما تبحث عن طرق إبداعية لاستكمال تفاهمات رفع الحصار. تسخين ميداني يقلق الشارع في غزة فيما يتحرك الوسطاء عبر مصر والأمم المتحدة بهدف تبريد الميدان وإيجاد الحلول لنزع فتيل أي مواجهة محتملة. على صفيح ساخن تتقلب الأوضاع الميدانية والسياسية في غزة في ظل استمرار حصار الاحتلال وانتهاكاته، ويزداد الأمر تعقيدا في ظل تفاقم الانقسام الفلسطيني الداخلي، ما يجعل كل الأطراف في هذا الصراع تحت طائلة الحذر والترقب والمسؤولية. حازم البنا، الغد، غزة، فلسطين.